اكيد طبعا طاهر طبعا من اللعيبه المهمه جدا، طاهر من اللعيبه اللي ليهم يعني ليه بصمه طبعا مع الفريق، ومهم جدا طبعا وجوده، وبقول له طبعا يرجع بالسلامه والف سلامه عليه، وان شاء الله ان شاء الله يرجع احسن من الاول ويرجع اقوى من الاول، يرجع يعني بشكل احسن، ربنا يوفقه في المكان اللي هيروحه بعد كده. لكن طاهر مهم جدا طبعا كان وجوده في الفرقه، لكن زمايله قدروا ان هم يكونوا عند المسؤوليه عند حصه ظن الجهاز والاداره. انا عايزه كل حاجه يعني عايز اعودها عنك على الصراحه، بفكر في الرحيل عن احمد كمان بصراحه. لا انا ما بفكرش في الرحيل، يعني لو جات لي حاجه كويسه بموافقه النادي اكيد طبعا يعني ما فيش مشاكل. انا مديت عادي بصراحه، يعني انا كمان جددت عادي مع النادي 4-3 سنين كمان خلال الفتره دي حقيقه. هل وصلت لك عروض من انديه تانية الفتره دي؟ في يناير جالي بتاع اربع عروض من اربع انديه، ومن انديه كبرى كمان، انديه كبيره في الدوري المصري من ابرزهم، لكن اكيد مش عايز احدد اسماء بس. لكن لا انا كان عندي عروض كويسه جدا، مدام كانت رسميه طبعا. الحمد لله كانت كويسه جدا، وكانت وكان في ناس وانديه اتكلمت في النادي ان هم يشتروني وكده، كان في رفض في حته البيع ليا، دي كانت حاجه بتخليني مبسوط ان النادي متمسك بيا، فده يخليني ان انا كمان يكون عندي حافز ان انا ادي اقوى كمان.